السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن الاضرابات المتكرره لشركات الصرافه والبنوك في المناطق الخاضعه لسيطره ميليشيات الحوثي. أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين البدء بإجراءاتها التصعيدية، وذلك رداً على ما أسمته تدخلات البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن في عمل القطاع المصرفي. وأكدت الجمعية في بيان لها أنها لم تقم بإيقاف الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه الأسبوع الماضي، بل قررت تأجيله إلى 30 من يونيو الجاري، وذلك لإعطاء البنك المركزي في صنعاء وعدن المزيد من الوقت للوصول إلى تفاهمات تعمل على تحييد عمل القطاع المصرفي في البلاد. الجمعية أضافت في بيانها أن الإجراءات التي فرضها البنك المركزي اليمني بصنعاء وعدن زادت الأمر تعقيداً، مطالبة بضرورة توحيد السلطة النقدية وتحييد الاقتصاد. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الحدث لنناقش في محورين: أسباب وآثار تكرار إضرابات شركات الصرافة والبنوك في البلاد، وما هي الحلول اللازمة للعمل على توحيد عمل القطاع المصرفي والحد من الإضرابات. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. حرب جديدة تشنها ميليشيا الحوثي، لكن هذه المرة على محلات وشركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. سلسلة من المضايقات تعرضت لها شركات الصرافة من قبل الميليشيا بدأت بمداهمتها وترهيبها، مرورا بمصادرة أموالها وسجن موظفيها، بالإضافة إلى مطالبة شركات الصرافة بربط شبكات معلوماتها بالميليشيا. مضايقات دفعت بجمعية الصرافين اليمنيين للدعوة إلى إضراب شامل احتجاجا على ما تتعرض له شركات الصرافة، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل وعرقلة عمل القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي. جمعية الصرافين اليمنيين أشارت في بيان لها إلى أن قطاع الصرافة بات مكبلا بإجراءات يصعب التعامل معها من قبل فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن، حيث باتت غير قادرة على إرضاء سلطات البنك سواء في صنعاء أو عدن، وهو ما صعب من قدرتها على تجديد تراخيصها أو استخراج تراخيص جديدة. الجمعية طالبت في بيانها أيضاً بضرورة تحييد عمل القطاع المصرفي عن الصراع السياسي، داعية فرعي البنك المركزي إلى ضرورة التنسيق بينهما لمنع الإزدواجية والتعارض بين قراراتهما. ويعاني القطاع المصرفي في اليمن منذ الانقلاب قبل 5 سنوات من جملة تحديات كبيرة، أهمها ضعف السيولة النقدية وإلغاء نظام المعاملات البنكية الدولية سويفت، الأمر الذي لم يضاعف فقط من عدم قدرتها على تسيير أعمالها بسهولة، بل حد كثيرا من قدرة التجار على استيراد المواد الغذائية الضرورية للمواطنين. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من العاصمة الماليزية كوالالمبور المحلل المالي والاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، مساء الخير. مساء الخير أخي شادي. أهلا بك سيد عبد الواحد. يعني برأيك ما هي أسباب تكرار إضرابات شركات الصرافة والبنوك في البلاد؟ من الواضح حسب بيان جمعية الصرافين أن هناك مضايقات حصلت من قبل جماعة الحوثي باقتحام لمراكز هؤلاء الصرافين ونحب مبالغ مالية والتضييق على أنشطتهم والابتزاز المستمر وتعطيل أعمالهم بشكل عام، فهذا هو السبب الرئيسي لما قامت به الجمعية الصرافين من إعلان إضراب منذ يوم الأربعاء الماضي. السبب الثاني اللي هو الأعم والأشمل هو أنه الاقتصاد بشكل عام يعاني مشكلة لم تحل منذ بداية الحرب، وهي شحة السيولة من العملة الصعبة في اليمن بسبب عجز الحكومة عن الحصول على إيرادات تدعم بالعملة الصعبة من النفط والغاز وغيرها تدعم الوضع النقدي للبلاد، وكل ما تعتمد عليه الحكومة حاليا وما هو لنقل بيحافظ بشكل مؤقت على وضع الريال اليمني هو الاقتراض من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة المتمثلة بالمشتقات النفطية التي ترسل من السعودية بشكل شهري، والتي ساهمت في عدم استهلاك العملة الصعبة في شراء المشتقات النفطية.
فهنا احنا عندنا جانبين، هو مشاكل الحوثي وهو السبب الاساسي والرئيسي في رايي الشخصي، بالاضافه الى المشكله العامه للاقتصاد وعدم وجود عمله صعبه تتدفق بشبكه في السوق. نعم، لكن سيد عبد الواحد، يعني بقدر ما يؤثر الاضراب، اضراب القطاع المصرفي على الناس بشكل كبير بسبب توقف الحوالات المالية وعمليات الصرافة، ولكن بالمقابل يعني هناك خطوات اتخذها كلا البنكين في صنعاء أو في عدن، يعني ربما كان البنك المركزي يعلن في السابق أن أكثر الأسباب في مسألة تأثير أو تأثر القطاع الاقتصادي هو عمليات أو محلات الصرافة وعمليات المضاربة و غيرها، لذلك اتخذ البنك الكثير من الإجراءات، وهناك أيضا إجراءات اتخذت من البنك في صنعاء. هل يمكن فهم يعني أن اعتراض شركات الصرافة من هذه الإجراءات، سواء الإجراءات التي حددها البنك المركزي في صنعاء أو في عدن، هي اعتراضات صحيحة، بمعنى أن خطوات البنك يعني أتت خارج السياق الطبيعي الذي تسعى من خلاله الحفاظ على الوضع، وضع الاقتصاد، يعني بمعنى إجراءات مبالغ فيها أو خارجة عن الحد الطبيعي؟ بالعكس تماما، ما قام به البنك المركزي في عدن أتصور خطوات إيجابية وصحيحة وسليمة، وكان لها أثر جيد في التضييق على اقتصاد الميليشيا في صنعاء وسحب كل ما يسمى عملية إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المواد الغذائية والاستيراد من الخارج بشكل عام. فالإجراءات التي قام بها البنك المركزي صحيحة بجملة ووقف، لكن شكاوى الصرافين والإضراب يعني هو ضمن الإجراءات التي تأتي في السياق السليم، أم أن هناك إجراءات يعني خرجت عن السياق الطبيعي المفترض، فبالتالي ما اضطر الصرافين للاحتجاج؟ أكرر مرة أخرى، الصرافين أضربوا بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي المتمثلة في نهب المبالغ المالية الموجودة لدى الصرافين. لكن البيان هو يحدد كلا البنكين سواء في صنعاء أو في عدن، بمعنى أن الاحتجاج يعني ليس في مناطق سيطرة الميليشيا فقط. عشان نكون واضحين، البنك المركزي في صنعاء عمليا خامل ولا يقوم بأي دور، بحكم أنه ما فيش عنده إيرادات بالعملة الصعبة، أو ما فيش عنده سيولة قادمة بالعملة الصعبة، كل إيرادات الموجودة عنده هي متمثلة بما يتم تحصيله من جبايات بشكل داخلي، سواء ضرائب سواء رسوم وما إلى ذلك. فالبنك المركزي في صنعاء ليس له أي دور في هذا الجانب، لكن ما قام به البنك المركزي في عدن صحيح، والصرافين أضربوا بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي. اللهم هم دخلوا موضوع البنك المركزي والاقتصاد بشكل عام لكي لا يصطدموا بشكل مباشر مع ميليشيا الحوثي، لكن السبب الأساسي لهذا الإضراب هو عرقلة والتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد ونهب الأموال الخاصة بهم واعتقال موظفي هؤلاء الصرافين وإغلاق محلاتهم. هذا هو السبب الأساسي وراء هذا الإضراب. نعم. بخلاف ذلك كلها عبارة عن شكليات. لكن أرجع لموضوع سؤالك اللي هو إنه الصرافين بيلعبوا دور في موضوع الـ لنقول المزايدة أو السمسرة على أسعار الصرف، والتي تسبب أحيانا في تضخيم سعر الصرف وضعف وضع الريال أمام العملات الأجنبية. بكل تأكيد وجود هذا العدد الكبير من الصرافين لا يخدم الاقتصاد أي حال من الأحوال، ويجب على وكان الطبيعي على البنك المركزي أن يقوم بتقنين هذه العملية والسيطرة على موضوع السيولة النقدية الموجودة في البلد بشكل كامل، لأنه حاليا قلنا أن في مشكلة سيولة موجودة في البلد، طالما في سيولة إذا لن يكون هناك في مشكلة، وموضوع الإضرار هذا لن يكون حتى له أثر كبير على الاقتصاد، بدليل أنه من يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم
لم يحصل ارتفاع بشكل ملموس على اسعار الصرف، بدليل انه هذا الاضراب لن يؤدي او ليس له ذلك الاثر الكبير على الاقتصاد. وخصوصا ساعود اليك سيد عبد الواحد، سنكمل الكثير من النقاط، ولكن دعنا نشرك معنا في الحديث. سننضم الينا من عدن رئيس الغرفه التجاريه بعدن السيد ابو بكر باعبيد. سيد ابو بكر مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. أهلا بك سيد باعبيد، ونتحدث اليوم عن إضراب شركات الصرافة والذي أعلن سابقا، وكما أكدت شركات بأنها أجرت مؤقتا حتى بداية الشهر حتى تكون هناك استجابة من البنك في صنعاء وعدن. ونتساءل كيف يمكن أن يؤثر إضراب شركات الصرافة على عمليات الاستيراد للمواد الضرورية؟ شكرا جزيلا أخوة في قناة بلقيس. طبعا هذا الإضراب مش أول مرة وتكرر كثير، والنتائج أنا أعتقد تكون دائما سلبية. نعم. هي يا سيدي المشكلة الأساسية، البنك المركزي يقول المشكلة في الصرافين، والصرافين يقولون المشكلة في البنك المركزي. نعم. هي عملية اقتصادية بحتة. الأسباب واضحة، أولا عدم من كل الأطراف، يعني بعض ممكن 90% من الصرافين غير رسميين. من هو من الكنترول اللي يعمل على الصرافة؟ من هو اللي يدير هذه المكاتب؟ ما هي النظام اللي يمشي عليها؟ هل لديهم كنترول من البنك المركزي او لا؟ هو في الاخير اللي يتحمل هذه المشكلة ليس البنك المركزي ولا الدولة. يتحملها التاجر والمواطن العادي. انا حسب خبرتي تقريبا في كل الاضرابات بعد ان يرجعوا من الاضرار يكون الاسعار اكثر مما يوم ما اضربوا. الاشكاليه اخي هي في اداريه بحته في بلدنا كله بشكل عام. نعم. وبعدين من قال لك ان الصرافين مضربين؟ يضربون من الداخل ويبيعون من برا. كثير منهم هكذا. صحيح انا ما اتكلم على الجميع، لكن الاغلبيه لا لديهم تراخيص ولا لديهم هذا، ما حد يقدر يتكلم معاهم. لانه انا حتى شخصيا كغرفه تجاريه ما اقدر اتكلم باسم الصرافين، لانه كثير منهم ليسوا اعضاء في الغرفه التجاريه. نعم، لكن يعني سيد ابو بكر باطلاعك وفهمك للقضيه مؤخرا ما بين شركات الصرافه والبنك في صنعاء وعدن، يعني القضيه هنا هل هو اعتراض الصرافين على الاجراءات التصحيحيه التي اتخذها البنك في مساله الحفاظ على الاقتصاد، ام انه هناك إجراءات مبالغ فيها خارجة عن سياق الإصلاحات المتخذة، يعني أزعجت الصرافين وبالتالي تم عمل الإضراب؟ أنا بالنسبة لي لا أتحدث عن ما يحصل في صنعاء، لأننا لا أعلم لدي بحكم أنها لا أعتبرها البنك المركزي هناك. نعم. أنا أعتبر البنك المركزي الرئيسي هو في عدن، ولكن هذا لا يمنع ان يكون الصرافين يوجهون رساله للبنك المركزي، يطلبون الاجتماع مع المحافظ او المسؤولين في البنك المركزي، يقدمون ما هي ملاحظاتهم. لكن الاضراب يعني ما يؤدي، هذا عمل يومي لكل التجار وكل، هذا عمل ما له علاقه بالاضراب، هذا يضر بالاقتصاد. في بعض المرافق لا يجب ان يكون فيها اضراب، لا لها علاقه بالحريه ولا بالديمقراطيه ولا هذا، لها بتتعلق بحياه الناس. لديك اداره في البنك المركزي، انا قلت لك يعني طبعا في صنعاء نعملوا في عدن، يعملون في عدن يعاندون في صنعاء. انا يوم الخميس التقينا بالسفير الامريكي وقلنا له يا اخي يجب اخراج ابعاد الاقتصاد والتجاره عن السياسه. هذا يعاند هذا وهذا يعاند هذا، لماذا؟ وفي الاخير يتحملها المواطن العادي والاقتصاد اليمني اللي يعاني من هذا الاشكاليه. نعم. نحن نريد اقتصاد خارج بعيد عن السيطره العشوائيه. نعم. ما كنا عايشين تمام، ايش اللي حصل؟ نعم، اذا ابقى معي سيد ابو بكر. في انهيار في العمله، فالانهيار في العمله له اسبابه، الناس بتقدر هذا الشيء، لكن ان الاضراب اللي بعض الناس يدفعون اعتماداته عن طريق الصرافين سيؤثر طبعا على الاقتصاد، يؤثر على الاستيراد، يؤثر على هذا. لكن السؤال انا اسال الاقوى الصرافين، ما هي الفائده انك ما هي النتائج التي ترجعها من الاضرار؟
نعم، إذن جميل، سأعود إليك سيد أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن، وأرحب أيضا بضيفنا من صنعاء رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات الخبير المالي أحمد سعيد شماخ. سيد أحمد مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد أحمد، يعني ما هي دوافع شركات الصرافة التي أدت إلى إعلان إضراب، وما الحلول التي يتوجب على البنك عملها لإعادة الثقة وتفعيل القطاع المصرفي؟ أولا قضية الصرافة والمصارف وشركة الصرافة ومنظمة الصرافة هي مش قضية من الأمور، القضية الرئيسية هي السياسات الحكومية، يعني مثلا قيادة الحكومة باللجوء إلى الحلول السامة. الحكومة يعني لم تقم بهذه الجهود بجميع حضرية لإدارة الأزمة القائمة في ظل احتفاظ الحرب على أرض الواقع أو توحيد الدخل المحلي مثلا. الحكومة رمت يعني مشددات الكثير من القضايا الاقتصادية والمالية على الخارج، يعني دون الغلوب في البحث عن مخارج وحلول اقتصادية محلية حاكمة مثلا في تصحيح المتاهة من بعض الشركات التنفيذية والقطاعات الإنتاجية الواحدة رغم إمكانية الحلول لإطلاق وإيقاف هذا التدهور يعني محليا دون نزول الغير. أيضا المراقبة الحقيقية للسوق والوضع الاقتصادي في اليمن لا يمكن أن يوصف إلا بأنه اقتصاد غير أخلاقي يعقد الاقتصاد الخفي على الاقتصاد باعتبار انه لا يخضع لقوانين العرض والطلب. يتمثل هذا الاقتصاد الخفي بشقين، هما الطاقة النفطية وسوق اسعار الشرق واللذان يتاجران بالسوق الاقتصادي. من وجعلت هذه الظروف من هذا البلد يعني لاقتصاد السوق لان يبدو خارج سيطرة الحكومة واجهزة التنفيذية، يعني هنا هنا يعني بعض القطاعات اصبحت خاضعه لكثره الاقتصاد الخفي واصبحت يعني تتبنى وتنفذ بعض المقترحات التي يمكن ان تخدم السوق السوداء عبر بعض الفاسدين الذين اصبحوا اداه من ادوات الاقتصاد الخفي. على سبيل المثال يعني ساهم هؤلاء الفاسدين بجانب يعني الدول التي تحارب اليمن تعطيل وغياب دور البنك المركزي في تفعيل ادوات السياسه النقديه الرقابيه الشديده والرقابه الشديده على سوق اسعار الصرف، واصبحت سوق المشتقات النقديه وسوق اسعار الصرف في السوق السوداء هما على الفائدان وهي من تحدد اسعار الصرف في السوق المصرفي وليس البنك المركزي. ايضا غياب رقابه البنك المركزي وعدم فاعليتها في سوق اسعار الصرف لدى البنوك ولدى الصرافين ايضا الذي تحكي عليهم الان وغير المرخصين ايضا يعني واتجاه البنك المركزي بالضربه فقط يعني توزيع التعاملين على مختلف البنوك وعلى مختلف الشركات ومكاتب الصرافه دون التدخل الحقيقي بالضخ من خلال السيوله الى السوق، وهذا قد افقد مصداقيته ويعني وافقد ايضا ثقه كل المتعاملين الاقتصاديين. لكن سيد أحمد، يعني سيد أحمد، ما أزعج الصرافين ودعاهم للإضراب؟ نعم سيد أحمد، ما أزعج الصرافين ودعاهم للإضراب؟ هل هي يعني إجراءات فعلية تصحيحية اتخذت من البنك تحديدا في صنعاء، وبالتالي يعني هذه الإجراءات أزعجت القطاع المصرفي، أم أن هناك إجراءات جاءت خارج سياق أي إصلاحات أو حفاظ على الجانب الاقتصادي، يعني كفرض رسوم محددة على الصرافين أو يعني أخذ مبالغ باعتبارات أخرى أو ما شابه، هي من دعت الصرافين إلى تحديد موقف وعمل هذا الإضراب؟ بغض النظر عن الإجراءات ما يحكم السوق الاقتصادي السوق العربي يعني في اليمن هم السوق السوداء، والسوق السوداء منهم هم الصرافين وسوق المشتقات النفطيه اللي يعني يتبنى السوق السوداء. الان الشركه اللي كانت على شركه النفط يعني هي يعني الشركات يمنع عمليه العقل
أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد سعيد شماخ رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات، كنت معنا من صنعاء. وأعود لضيفي من كوالالمبور المحلل المالي والاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي. إذن سيد عبد الواحد، ما هي الحلول المتاحة للحد من الإضرابات بين فترة وأخرى، سواء يعني كانت مؤخرا الإضرابات فعليا قائمة في صنعاء، وحتى لا يعني نجد إضرابات في فترة قادمة قد تشمل صنعاء وعدن وبقية المحافظات؟ لحل هذا الموضوع يجب أن يتم حل المشكلة من جذورها، من أساسها. نكرر مرة أخرى، الصرافين أضربوا بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي معهم، هذا أولا. ثانيا، الصرافين وجودهم بهذا الشكل وهذا الكم بدون سيطرة وبدون تحكم من البنك المركزي وبدون وجود قاعدة بيانات أيضا لا يخدم الاقتصاد، ويسبب مزايدة وسمسرة على أسعار الصرف، مما يسبب آثار سلبية أكثر على الاقتصاد. فبشكل عام وجود هذا العدد الكبير من الصرافين لا يخدم الاقتصاد، ومن الأفضل تقنينه وتحديده و السيطرة الكاملة من قبل البنك المركزي. لكن لحل الموضوع جذريا وحل المشكلة جذريا ولتجنب أي إضرابات مستقبلية، يجب أن تتوقف ميليشيا الحوثي عن التدخل في عمل الصرافين، هذا أولا. الشيء الثاني، يجب أن تجد الحكومة حل، لأنه المشكلة مش مشكلة الصرافين بس، المشكلة مشكلة الاقتصاد بشكل عام. لحد الآن الحكومة عاجزة عن الحصول على إيراداتها من النفط والغاز. لو استطاعت الحكومة أن تشغل حقولها النفطية وتصدر تعيد تصدير الغاز المسال، ستحصل على قدر كافي من السيولة النقدية من العملة الأجنبية، يمكن يصل ما بين مليار ونص إلى 2 مليار، يمكن 2 مليار ونص إذا تم رفع الإنتاج. فهذا الكم من العملة الصعبة داخل البلد سيحل أي مشكلات نقدية موجودة، والصرافين لن يكونوا إلا أدوات خاضعة لعوامل السوق الطبيعية من عرض وطلب. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل المالي والاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي. فقط لضيق الوقت أشكرك جزيلا، وأعود لضيفي من عدن رئيس الغرفة التجارية بعدن السيد أبو بكر باعبيد. سيد أبو بكر،
يعني نتساءل هل لمستم أي دور للحكومة اليمنية وأيضا التحالف للعمل على الحد من انهيار القطاع المصرفي في البلاد؟ سيدي، القطاع المصرفي يحتاج إلى دولة مستقرة. نحن في ضربة الآن استثنائي وحرب، ولكن المفروض أن في أشياء روتينية يجب أن تمشي الناس عليها، أن كان عن طريق البنوك أو الصرافين في بنك مركزي. هذا الطريقة يجب أن تكون عليها يعني فيها نوع من الضمير، لأنه الآن أي خلل في الصرافين، لأن ما كل البنوك الآن تفتح الاعتمادات، بعض الاعتمادات من قبل التجار تفتح عن طريق الصرافين. ما مصير هؤلاء هذه البضائع أو هؤلاء التجار؟ نعم. عملية الآن، لأنه تعرف عدم وجود دولة بمعنى كلمة دولة صراحة، الدولة ركيكة أو ضعيفة. ما يعني فإذا كان كل الناس يعملون على ما يريد، المتضرر المواطن العادي المسكين، إذا كان في إشكالية لدى الصرافين، طبعا في مواد أساسية الآن تحت الكنترول، وهي اللي هي عبر الوديعة السعودية، الأرز والسكر والزيت والدقيق وحليب الأطفال. هذه لن تمسها وجود صرافين أو عدم وجودهم أو مضربين أو عدم مضربين، لكن العملية ليست هذه كلها الموضوع. في بنك مركزي، في محافظة بنك مركزي يجب اللجوء إليه عن طريق الغرفة التجارية، عن طريق أي مرافق ممكن الواحد يتفاهم مع هذه الإشكاليات التي تحصل. نعلم اليوم يوميا نعاني من إشكاليات في الضرائب، في الجمارك، في ذلك، لازم نتراكش عنها. ما مش معقول من لدي أي مشكلة أضرب والناس. لكن سيد أبو بكر، هل هناك إجراءات صحيحة؟ هل هناك إجراءات صحيحة في إطار يعني إصلاح القطاع المصرفي؟ يعني أنا أتفهم قولك بمسألة أنه يعني إصلاح القطاع المصرفي يحتاج إلى بيئة مستقرة، ولكن يعني في الوضع الاستثنائي هل هناك أي عمل ملموس في هذا الإطار يعني لمستوه، وأيضا يعني نظرتم إلى إجراءات معينة تأتي في إطار الحفاظ على الجانب الاقتصادي مؤخرا؟ طبعا الجانب المصرفي والجوانب الاخرى حاليا او في مثلا في عام 2019 افضل من 2018 بكثير. يعني كثير من الاشياء السلبيات تجاوزناها، تجاوزتها الدوله، تجاوزها حتى الاستقرار النفسي في الناس. لكن نحن نتطلع الى ان يكون الامور تمشي الى افضل، لانه هذا بلد فيها 30 مليون نسمه. لازم الاستقرار الاقتصادي مهم جدا على لكل إنسان، إن كان للدولة أو لغير الدولة. يعني استقرار الاقتصاد والتجارة أولوية قصوى. أنا أقول لهم حتى أحيانا أكثر من الأمن، لأنه كيف أنا أديك أمن وأنا جيعان ولا أقدر أمتلك لقمة يومي؟ ولكن الاقتصاد هو ممكن يعطيك هذه الفرصة. الإنسان لما يحس أنه توفرت لديه لقمة عيشه، بدل يوفر لأهله معيشتهم، حتى نفسيا بيتغير، لن ينظر إلى أشياء خارجة عن القانون. نعم، إذن وضحت الصورة. يجب أن يكون بتراضي جميع الأطراف، كل الأطراف تحس بهذا المسؤولية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد أبو بكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية بعدن، كنت معنا من العاصمة المؤقتة. أشكرك جزيل الشكر، وأشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.